بشكل خجول بدأت حركة العجلات والمركبات تدب في شوارع العاصمة بغداد. فبعد قطع دام لعدة أيام لتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، أعادت القوات الأمنية فتح أغلب الشوارع والطرق والجسور لتعود الحياة مرة أخرى في شوارع بغداد. الشوارع زينة اليوم فتحت، أحسن من الأيام اللي فاتت شوية كانت شوارع مزدحمة، بس هسه الحمد لله شوارع انفتحت كلها، يعني الطرق كلها سالكة مفتوحة، كل الطرق المقطعة كلها انفتحت. مواطنون طالبوا الحكومة بفتح طرق جديدة ومجسرات في المناطق التي تشهد اختناقات على مدار العام التي تؤثر على حركتهم وتعيق تنقلهم، خاصة في أيام الدوام الرسمي الذي تتحول فيه شوارع العاصمة وتقاطعاتها إلى أشبه بالماراثونات تثير سخطهم وغضبهم للإحراجات التي تسببها لهم. راح ترجع الاختناقات المرورية والسيارات والازدحامات، وراح تنعاد نفس الكرة يعني على الشعب. فنريد انه فتح طرق جديدة، الطريق اللي ينسد وبيه تأهيل وبيه اعمار، نريد طريق بديل عنه حتى يعوض عن هذا الطريق اللي كانت السيارات تمر به وتكون سير المركبات بصورة انسيابية صحيحة. عودة تدريجية لحركة المركبات في شوارع العاصمة بعد أن شهدت الأيام الماضية توقف شبه تام بسبب غلق الشوارع والطرق الرئيسة لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. جابر جمال، قناة رشيد، بغداد.